شادي لي. وصل الشيف شادي على الطبيعة، صار لي ساعتين ثلاثة هون، بس هلأ رح نبلش كمان نفرجي كل المشاهدين اللي عم تتابعونا من كل دول العالم ثلاث وصفات بتوشوا بعقده. شو هن يا شيف شادي؟ نسيني هون، لا ما نسيني هون، ما نسيني هون. أوكي رح نبلش أول شغلة، حمص وفريكي وسلاد، شغلة بتعقد بتجنن. رح ننتقل نشوي جامبو شريمس، أو إذا مش جامبو يعني شريمسات أو كريفتات أو قريتسات كبار شوي، ورح نقدمهم مع صوص تارتار، يا سلام. وبعدين دسير حلو على الطبيعة مع الكينوا. بلش يا شيف شادي هلأ. أول شي المريول، وعنا قدامنا طنجرة في بقلبها حمص عم ينسلق من حوالي 45 دقيقة، والشيف شادي بيحب دايما يختصر ويعطي أفكار كيف فينا ما نستهلك كتير وقت، أوكي، ومي وغليان وغاز، يعني شغلة كتير حلوة. شو يعني؟ شو يعني؟ خلينا نشوف. واو، ها طنجرة وحدة عم نسلق فيها الفريكي والحمص، لأنه رح نقدمهم بنفس الوصفة. يعني الفريكي موجودة هون، خلينا هيك، ها طلع، ها هيدي الفريكي، صاروا مسلوقين الفريكي، لكن فينا نشيلها للفريكي ما في أي مشكلة. طلع هيدي الفريكي مسلوقة، فينا نحطها هون، يا سلام بتعقد. وشو هي الفريكي؟ الفريكي خلينا نحطها هون وهلا بنفرجيها للمشاهدين، وخلوني اشرح بس او فرجي المشاهدين الحمصات، وهودي الحمصات. يعني صار عندنا الحمص يلي نقعينه كنا قبل حوالي شي خمس ساعات، وانتبهوا الحمص بس ننقعه بس يكون الطقس بارد، بدنا ننقعه وقت اكثر، اوكي؟ الطقس بيكون كمان حار، شو بنعمل؟ وقت كمان اقل بس بنغير له المي تبعيته. على كل حال اللي رح يصير هلا، واحد الفريكي، هيدي الفريكي النية، طلعوا هون هيدي الفريكي النية، عندي الفريكي الخضراء اللي هي بعدها نية، شو بنعمل فيها؟ بنغسلها مزبوط، بنغلي مي مع شوية ملح ومسقطة، بيطلع معنا آخر شيء الفريكي اللي هي مسلوقة. خلينا هيك نشوفها، صارت مسلوقة هون، طلعوا شو حلوة هيدي الفريكي مسلوقة، ولا أهين من هيك. طيب يا شيف شادي هون الفريكي مسلوقة، خلينا نبلش بوصفتنا بطريقة كمان حلوة، وبعدين رح نجي نصفي الحمصات أو نشيل شوي من الحمص ونستعملهم بقلب الوصفة. يلا يا شيف هون ومنروح. خلونا نبلش أول شغلة، مين حط لي هيدي هون؟ خلينا نشوف شو هي. خلي العنب، خلي العنب، التوم، عندي كمان معجون الطماطم، وعندنا من الملح والفلفل والزنجبيل والبابريكا، هودي كلهم موجودين. أول شغلة رح نعملها، رح ناخد كم حصة من التوم، رح نحطهم هون هيك، أوكي، أو نجي نحن قبل، خلينا التومات نقطعهم، ما بدي أفرمهم، نقطعهم هيك بهالطريقة أو هيك، شايفين؟ اكتبوا على صبيعكم. وبجي أنا عندي كم حصة من التوم حطيناهن، من بعد التومات بنحط شوية ملح، واو، بنروح على الزنجبيلات الحلوين، وهون كمان البابريكا، خلينا نحط هون قدامنا هيك كمان تنشوف أجمل وأجمل، الطاولة كلها تنزيح عنا، أوكي. لكن صار عندي انا التوم، صار عندي الملح، صار عندي الزنجبيل، صار عندي البابريكا، صار عندي الفلفل الابيض، رح نضيف عليهم معجون الطماطم. طلعوا كيف، هذا معجون الطماطم هون. ورح نضيف من خل العنب. يا سلام، هذا الخل هون. اكيد زيت زيتون. صار عندنا معجون طماطم، زيت زيتون، وعصير حامض مع الثوم والبهارات. خلطنا الصلصة، وهيدي الصلصة صارت جاهزة، يعني بتعقد
محل الحمص او محل فريكي، سوري محل فريكي فيكون برغل، ما في عندي اي مشكله. هيدي الصلصه رح نحطها هون يا شيف شادي. انتقل الخضره الحلوه اللي عندي. واو هلا هون شو حلوين هيك، اكيد كلهم مغسلين بس هيك بالطريقه بيطلع منظرهم اجمل، خاصه نحن على الطبيعه. عندي الخس رح نشيل هيك كم ورقه منهم. هودي ورقه 2 3 4. الخسيت رح نروح على البصل الاخضر، وكمان عندي من النعنع. ومنبلش، بدنا نفرمهم كلهم ناعم، يعني هيك خلينا نقول جوليان شرائح. طلعوا كيف؟ كلهم سوا فوق بعضهم، الخس والنعنعات والبصل الاخضر مثل ما شايفين التقطيع بهالطريقه. كلهم سوا. طيب بكل كتار هلا عم يسالوا، طيب ما فينا نحط غير الخس، ما فينا نحط طماطم، ما فينا نحط خيار، فيكم تحطوا اللي بدكم، انتم اختاروا. نحن عم نعطي فكره كيف بتطبق الصلصه وكيف تطبق السلطه، وانتم بعدين فيكم تغيروا مثل ما بدكم. الخسيت صاروا كمان حلوين هون. طيب الفريكي موجوده، الخس موجود، الحمصات اللي رح يصير هلا رح ناخذ نحن نشيل من الحمص. طلع اوه هودي الحمصات حطيناهم فوق الصلصه وبنخلط الحمص مع الصلصه مع معجون الطماطم مع خل العنب مع الملح مع الفلفل مع الزنجبيل. بدي احط شويه قرفه، معليه شويه قرفه، وهودي الحمصات موجودين. صار دول الفريكي، كله الفريكي بقلبها، الخس النعنع البصل الاخضر كله سوا. وخلينا نشوف شو هالمنظر الحلو. طلعوا كيف هيدي السلطه حقها مليون. رح تشوف هلا كيف بدنا نقدمها بطريقه حلوه. واو ياي 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 ياي، منظر 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 حلو حلو. هيك نعمل اشياء تكون حلوه، هيك نستعمل فريكي عدس كينوا حمص هالقصص هيدي، نحن عم نطبخ بيطلع معنا عن جد اشياء حلوه. واو يلا يا شيف شادي هون. اول شغله ناخذ قلب الخس بنحطه بهالطريقه، بناخذ القلب، هيدي قلب خسي هون، خلينا هيك وحده 2. ناخذ القلب تبعولها وما بناخذ هيك الكعب حتى نحطهم هون بالطريقة الجميلة. نرجع بعد عندي وحدة، وشو بيصير بالنص؟ طلعوا الجمال، شوي صغيرة هيك كم ورقة من النعنع 2. وراح اخذ البابريكا، نجي لهون وهون كمان شوية بابريكا مشان هيك يعطوا اللون على هالصحن الأسود الحلو. وهلأ بنتقل من الفريكي والحمص تنعمل وصفة بتعقد، ونتعلم كيف بنشوي الأريدس أو الجمبري بطريقة حلوة، وكمان كيف بنعمل التارتار. يلا اهلا وسهلا فيكم جميعا بوصفه بتعقد لمحبين السي فود، الفرويدامير او ثمار البحر وخاصه الاريدس. اوكي اليوم رح يكون عندي ماما جامبو، يعني اقل من الجامبو بشوي، بس رح نشويهم بطريقه حلوه مع الزنجبيل، وكمان رح نعمل حد تارتار صوص. رح بلش هيك نشرح شوي صغيره هلا عن التارتار صوص. التارتار لازم يكونوا 6 اشياء موجودين بقلبها، هودي لازم، هودي ضروري، هودي اجباري.
لأن من البقدونس الكبار أو الكابر، كورنيشون أو البيكلز الصغار، أو الكبيس الخيار الكبير، بصل، وأنتشوفي أو الأنشوا أو الأنشوغي، لأني كمان هيك منلاقيهم بالعلب، هو السمك السردين المكبوس بالزيت. لكن صار عندي بقدونس، كابر، عند الأنشوا، عند الكبيس، عند البصل، وستة هي البابريكا. هيدي شغلة ولا بد منها. أما بالنسبة لبلش هلأ بخلطة القريدس قبل ما نحطهم على النار ونجي نعمل الترتار. بلشنا بالثوم الزنجبيل، رح اجي افرمون قد ما فيكن افرمون، يعني انا ما بدي اعملهم بس شرائح، اوكي؟ فيكن كمان تعملوا هيك، طلعوا كيف، تحطوا السكين هون، بنقول 1 2 3 هوب، اوكي. كمان الباقيين فينا كمان نفعصهم بهالطريقة، طلعوا ها، وبنجي نفرمون ومنحط معهم اكيد الزنجبيل وبنفرمهم ناعم ناعم ناعم. واو، طلعوا كيف؟ صاروا كمان مفرومين حلوين ناعمين. شو بدنا نعمل يا شيف شادي؟ بنجيب القريتسات، بنجيب هالثوم كمان والجينجر، كله 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 على القريتسات الحلوين، كلهم كلهم سوا ها، كمان بهالطريقة أيضا. ونعم، وعنا زيت الزيتون، بعقد الملح والفلفل كمان الأسود، الطريقة الحلوة. خلاص، وراح أحط لهم معلش شوية جينجر بودر، عم شوف حالي أوكي باللغة الفرنسية، زنجبيل البودرة يا شيف شادي، وخلصنا بقى. حرك هيدي الخلطة هلأ اللي عملتها، هلأ خلطة حلوة بتعقد بتجنن. قبل ما نشوي القريتسات الحلوين، شو راح يصير هلأ؟ أكيد فينا نخليهم على القليل ساعة قبل ما نشويهم حتى يتدخل الطعمات على قلب حبة كمان القريتس، يعني عملنا لهم مارينيشن، عملنا لهم نقعة على القليل، بس ننقع شيء أي شيء على القليل الساعة، يعني مش دغري، بس نحن كونه عم نشتغل هيك، عم نشتغل شوي صغيرة بسرعة، أكثر شغلة مهمة إنه نوصل المعلومة بطريقة صحيحة حتى لو بعض المرات اشتغلنا شوي غلط. يلا يا شيف شادي، بلش شكشك، لك شو رح نعمل؟ 1 عند الدنب، 2 من فوق، حلوين. نرجع كمان نفس الموضوع، ونحن منقول رايحين على الشوي. يلا، أنا عندي الجريل جاهز، دايما بس استعملوا الجريل بده يكون نظيف، ومنحط نحن هالقريتسات الحلوين على الجريل، يعني عن جد هالقريتسات الحلوين حرام واحد يشويهم، بس شو بدنا نعمل؟ مجبورين. يلا، هون عندنا 1، يا سلام، 2، كمان عندنا 3 هيك، اوه، وهيدا كمان 4 هون، ومننطر ومننطر. ممنوع نقلبن اذا حركنا كمان هالصيخ ولقيناهن ملزقين، هن لوحدن بيقولوا لنا شيف شادي قلبنا. يلا، طيب أنا ومنتظر القريتسات، شو رأيكم نروح نحضر تارتار صوص؟ يلا على التارتار. مثل ما شرحنا قبل إنه 6 أشياء، كابر وأنشوا، أوكي؟ أو الأنشوغي والكبار والبقدونس، وعندنا كمان البصل، وعندنا هال الخيار المكبوس، وعندنا البابريكا، 6 أشياء اللي رح نعمله. منبلش هيك يا شيف شادي، الخيارات هون رح نضيف عليهم هل الأنشوا، البقدونسات، اوكي حاولوا هيك بس ورق البقدونس عليهم، طلعوا كيف بالطريقة هيك، ومناخد كمان الكبار، بصل، خلونا هيك ناخد كمان نص بصلي، ونبلش كمان نفرمون معكم شوي،
اخذنا هون نص بصله يا شيف شادي، وبدنا نفرمهم ناعم ناعم قبل ما نحط معهم ان كان الملح او الفلفل بكميه قليله، ان كان كمان المايونيز والخردل وحتى الخل الابيض. رح نبلش نحن بالفرم كلهم سوا مع بعض، ومثل ما شايفين خيار، كبار، بقدونس، انشوا، كلهم سوا. يعني بياخدوا فينا نقول من الفرم حوالي الخمس دقائق ست دقائق، واذا عندكم مكنه كهربائيه فيكم رت ويصيروا جاهزين. ياك قد ما فيكم هيك نعمون بالطريقه كمان الحلوه. تعال خلصنا هيك يا شيف شادي، خلطنا ومنبلش. مايونيز مثل ما وعدناكم، نرجع خردل شوي صغيره من الخردل، ملح نتفه صغيره ما تكتروا، هون الفلفل كمان شوي صغيره من الخل الابيض، ومنقول صار عندنا ترتار بلا بابريكا. هلا بنحط البابريكا. يا سلام يا شيف شادي، والصلصة طلعوا شو حلوة، طلعوا هالترتار شو عظيمة. رح نحط شوي صغيرة من البابريكا بقلبها. أطيب ترتار ممكن تعملوها بالبيت وعلى الطبيعة. طيب كتير مع الكالاماري، طيب كتير مع القريدس، طيب كتير كمان مع الروستو، مع اللحم المسلوقة، مع كتير من الوصفات. صلصة جاهزة، القريدسات على النار، خلينا نشوفهم، نقلبهم، نشوف كيف صاروا، بأي مرحلة صرنا. بس قبل رح أعمل شغلة اللي هي سميناها قبل بشوي، نبللهم، نتششهم. طلعوا شو حلو. يا سلام يا شايب، بس تعمل هيدي الاشياء هيك كمان على النار. جميل بعقده. طلعوا كيف، وهيدا شغل حلو فيكم تعملوه دايما. رح نقلب. يا سلام. هون كمان صرنا جاهزين، وهيدا هون واحد، واو، اثنين وثلاثة. وبدنا ننتقل كمان على المطبخ مشان نقدم هلا ريتسات الحلوين مع صوص الترتار. هون جريت، وصلنا بخير، ومنروح بدنا نقدمهم هون بطريقة حلوة يا شيف شادي. وأنا بروح على هالخسات الحلوين اللي رح نشتغلهم بهالطريقة، رح نروح على الطبق نحطهم بالطبق بالنص، ومنقول واو، واحد من هون، اثنين. طلعوا شو حلوين هيك بهالطريقة هيك يا شيف شادي. هلا كمان بدنا نجيب، إذا بدكم فيكم كمان تجيبوا كمان حامضة، استعملوا حامضة وصوص التارتار يا شيف. منزلها معون. أكيد شوية زيت زيتون أكيد، وصوت العصافير عم يزقزق. وهون يا شيف كبار، ورق من البقدونس، شوي صغيرة من الفلفل، والملحات الحلوين. من أجمل ما يكون، وصفة حلوة بتعقد، سريعة، وكمان بتلبق لهالوصفة اللي قدمناها كمان قبل اللي هي فريكي حمص مع الخس. وهلا رح انتقل لوصفه ثالثه
كينوا مع مي زهر بطريقة بتعقد. اليوم وصفة الشيف شادي رح تكون كينوا بطريقة حلوة، يعني مع السكر مع مي الزهر، ورح ندخلها كمان من الحليب. وصفة سريعة جبلية حلوة على الطبيعة. طيب شو عندي أنا؟ أنا عندي الكينوا بلشت أنا أسلقهم قبل، إن كان الكينوا الحمراء أو الكينوا البيضة. خلينا نتعرف على الكينوا. طلعوا الكينوا الحلوة يلي مشهورة كتير كمان اليوم، صارت بكل بلاد العالم، اكيد الاوريجين تبعيتها فينا نرجع كمان لامريكا، وموجوده صارت وين ما كان، وسعرها مش غالي ابدا، وكمان غنيه كثير بالقيم الغذائيه. جربوها ان كانت الحمراء او ان كانت البيضاء. كيف بنسلقها؟ مي عم تغلي مع شويه ملح بنحطها، بس نشوف انه هيك عم تقشر شوي صغيره بنبلش ندوقها. في اللي بيحبها عم تقرش، وفي اللي بيحبها مستوية كتير مثل ما بدكن. اللي رح يصير هلا، أنا ستويتها، رح إجي صفيها، أوكي؟ رح نشوف، رح نجي هيك بهالطريقة السريعة الحلوة. طلعوا شو رح يصير، أعمل هيك، منصفي هالكينوا كلهم سوا، ضل شوي صغيرة بقلب الطنجرة، منرجع منردن على الطنجرة، منرجع منحطن على الغاز، من أول غاز يا شيف شادي، ومنضفلن الحليب، ومنخلي شوية حليب عنا حتى نخلط النشا مثل ما بتعرفوا. بس نضيف النشا على أي وصفة، المي أو الحليب أو السائل بده يكون بارد يلي منضيفه على النشا. يعني هودي النشا اللي أنا عندي، نحنا منجي بناخد هون ملعقة يا شيف، نزلنا النشا كلهم سوا، ضفنا عليهم الحليب البارد، حركنا ما عنا أي مشكلة، وكونه بالوصفة رح تشوفوا هيك زعفران أو عصفر مثل ما بدكم. رح دخل كمان العصفر بقلب الوصفة، أو فيكم كمان الزعفران مثل ما بدكم. حركنا شوي صغيرة من مي الزهر، واو، وصرنا جاهزين يا شيف شادي. ناقص بس شغلة وحدة، نحن هون عم نحرك وين عنا الملاعق، بلشنا نحرك. ها طلعوا شو حلو، نزلنا كل الكينوا على قلب الطنجرة، ومنضيف السكر، لكن صار عنا حليب. خلينا نقول الكينوا سلقناها قبل بالمي، فينا نسلقها بالحليب، ما عندكم مشكلة، بس حتى ما اغلي كتير الحليب ويتبخر عندي الحليب، غليتهم بالمي شوي صغيرة، عم نقول 50%، صفيناهم. من بعد ما صفيناهم ضفت لهم الحليب، بلش يغلي. هون عندي السكر، يا سلام على السكر، هون هيك حرك، يعني صار عندي شراب السكر بس معمول من الحليب مع الكينوا. بنطر تا السكر يدوب، من بعد ما يدوب السكر ما عندي غير ضيف هالخليط اللي انا عندي اللي عملته من النشا والحليب والزعفران. يا سلام هون يا شيف، بيجي انا وبقول اذا هلا بدكم تشوفوا، رح تقربوا هيك، رح تقربوا علي شوي صغيره كلكم سوا، ورح نبلش نضيف النشا مع العصفر مع الحليب على الخلطة، وبعد شوي رح تلاقوا انه بلش تصير عنا مهلبية نوعا ما بس بالكينوا. 5 دقايق وصفتنا بتكون جاهزة، بتضلكم بتحركوا، انتبهوا ما لازم تلزق. طلعوا شو حلوة، بتعقد بتجنن، مي الزهر موجود بقلبها، الكينوا رائع رائع رائع. اللي رح يصير هلا، رح نجيب
هل شو بدي أخبركم؟ هل كاسات الفخار الحلوين هيك؟ ونقول واحد اثنين ثلاثة نسكبهم، طلعوا الجمال تبعولهم، ما تكتروا كتير لأنه حتى لو الكاسات كبار، هون اثنين وهون كمان الكاسة الثالثة. أكيد في أشخاص كيف بتاكلوا المهلبية؟ كيف بناكل الكاستر؟ كيف بناكل الرز بحليب؟ عنا الكينوا اليوم، فينا ناكلها سخنة يعني مش محبز كتير، بس باردة بتعقد بتجنن. شو فينا نزينها؟ فينا نزينها بشو ما بدنا، فينا نحط لها هالعصفر على وجهها هيك شوي صغيرة، فينا نضيف لها أي نوع من المكسرات. سلطة فريكي، بعدين ننتقل على القريدس مع صوص التارتار، وننهيها كمان بالحلو أو خلينا نقول الكاستر أو مهلبية الكينوا. أنا بشكركم كتير، حلقة كانت كتير ممتعة، إن شاء الله تكونوا كتبتوا كل الوصفات، وأنا بقلكن باي.